عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم جديد ومباراه في منتهى الاهميه النهارده. كارترون هيلعب ب 4-2-3-1 ولا هيلعب ب 4-4-2؟ اللي انا متاكد منه ان مباراه الاهلي والانتاج دايما بيبقى فيها اهداف. من حوالي اسبوعين ثلاثه من دلوقتي قلت لكم لما يجي مشهد احنا احسن حكام في مصر قولوا لي يا راجل يعني هتستعمانا. هنتقابل ان شاء الله الرحمن في ظروف احسن من كده. ان شاء الله. ومع الاهلي ما تقولش لحد ابقى اقول لي النتيجه، اقعد استنى لحد اخر ثانيه. لو احنا عايزين تطوير للعبه بلاش التليفونات الداخليه، اصل مش ممكن الصوره دي، يعني السكريبت اللي بيتوزع عليكم وزعوا ورقه منه عليا مفيش مشكله وهقول زيكم برضو. لكن البطوله الحقيقيه والنجوميه الحقيقيه ان اسمك يعيش، اسمك يفضل بعد حتى ما تموت، وده هدف النادي الاهلي. ملعب الاهلي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ على قناه الاهلي. طبعا اكيد يعني من اهم الاخبار اللي عايزين نعلق عليها ايضا وهي خاصه بصحيفه الشروق او موقع الشروق بالتحديد، واللي قال ان كابتن محمد يوسف بيحذر بشكل قوي جدا من خطوره فريق حريه كوناكري الغيني، وده قال بدليل ان الفريق ده وصل لدور الثمانيه، فبالتالي هو اكيد عنده العديد من اللاعبين المميزين جدا، بيمتاز بخطوط قويه سواء الوسط او الهجوم، ونقطه ضعفه الوحيده من وجهه نظر كابتن محمد يوسف هي خط الدفاع، فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي غدا في استغلال هذه النقطه بالتحديد، وخصوصا ان احنا عندنا مهاجمين مميزين جدا سواء وليد ازارو او صلاح محسن اللي متواجدين مع الفريق، فبالتالي ان شاء الله اي حد هيشارك فيهم، واكيد وليد ازارو هو اللي هيكون اقرب، الا اذا لو مستر باتريس كارتيرون في مباراه خارج ارضه ده صعب شويه ان هو يلعب باثنين مهاجمين، لكن ان شاء الله اي حد فيهم هيبتدي هذه المباراه هيعمل مباراه قويه يستغل نقاط ضعف عند فريق حريه كوناكري الغيني. ايضا الموقع الرسمي قال ان مستر باتريس كارتيرون عنده او هيعمل محاضره ان شاء الله فنيه بالليل ان شاء الله لفريق النادي الاهلي بعد العشاء، الفريق طبعا بعد يعني بتحديد نص ساعه هيكون عنده المران الاخير في الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه، بعد المباراه او بعد المران مباشره هيتجه الفريق لمقر الاقامه علشان يكون عنده وجبه العشاء الخاصه بالفريق، بعدها مباشره هيكون في محاضره بالفيديو من قبل مستر باتريس كارتيرون كابتن محمد يوسف والجهاز الفني مع اللاعبين علشان يتكلم بشكل مفصل اكتر عن فريق حريه كوناكري الغيني، وعشان يدي كل لاعب واجباته والمهام اللي هيقوم بيها خلال مباراه الغد ان شاء الله، اكيد هتكون محاضره مهمه جدا، وبنسبه كبيره اكيد مستر باتريس كارتيرون ممكن يعلن للاعبين التشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراه عشان كل لاعب يكون جاهز نفسيا بشكل كبير ليخوض مباراه الغد ان شاء الله. مبروك لمصر. نروح نشوف الاخبار على المحليه والعالميه والاخبار كمان محترفينا في الخارج في خلال الصحف والمواقع.
كرة، خلاف جديد في الاتحاد المصري بشأن أزمة صلاح. اليوم السابع أجيري يعود من أسبانيا السبت المقبل بعد انتهاء الأجازة. 1-3 طائرة خاصة لبعثة منتخب مصر في سويسرلاند. فيتو اتحاد الكرة يستعين بحكام تونسيين في الدوري. يلا كورة، صالح سأرد على اتهامات إدارة الفيصلي في الوقت المناسب، صالح جمعة طبعا. في الجول صانع ألعاب الجونة، كنا الأحق بالفوز على بيراميدز. سوبر كورة، هشام زكريا أنا حزين من حكم مباراة بيراميدز والجونة. وكيل بوجبا يعدو بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في الموسم القادم. سكاي نيوز، نجم ليفربول يكشف دور الثلاثي المرعب. سبورت 360، ديبالا أنا السبب في خروجي من التشكيلة وليس رونالدو. موقع كورة اتكلم عن أزمة جديدة ما بين محمد صلاح ومسؤولي اتحاد الكورة، وبالتحديد يمكن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم. يعني في اختلاف وجهات نظر كده ما بينه وما بين ثنائي المجلس كرم كردي ومجدي عبد الغني على خلفية أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول والمتعلقة ببعض الحقوق التجارية والإعلانية الخاصة باللاعب. الأزمة تكمن في إيه بقى؟ تكمن في إن أعضاء اتحاد الكرة بيقترحوا إن هم يوجهوا الدعوة لرامي عباس وكيل محمد صلاح علشان يجي للقاهرة ويقعدوا كده مع بعض ويشوفوا حل هذه الأزمات الخاصة بمحمد صلاح، وده أكيد شيء مهم جدا. لكن أعتقد رئيس اتحاد الكرة المهندس هاني أبو ريدة يعني معترض على هذه الجزئية بالتحديد، لكن بشكل عام إحنا اللي يهمنا إن أنتوا تحلوا كل الأمور، بس مش لمحمد صلاح بس، لا لكل لاعبين منتخب مصر لازم يكون في احترافية أكثر من ذلك علشان يعني نمشي او نواكب العصر اللي ماشي بشكل كويس دلوقتي من خلال طبعا بعض المنتخبات اللي اكيد عندها امكانيات كبيره جدا رغم ان هم منتخبات صغيره، لكن بيستغلوا هذه الامكانيات في اراحه لاعبيهم علشان ياخدوا منهم كل اللي مستنيينه من مجهود ونتائج جيده خلال المباريات. فان شاء الله الازمه دي تحل سريعا ما بين محمد صلاح واتحاد الكره المصري. في اليوم السابع مستر ليل المنتخب الوطني تكرر عودته من اسبانيا بعد بكره ان شاء الله بعد الاجازه الصغيره اللي حصل عليها عقب مباراه النيجر واللي المنتخب فاز فيها بنتيجه 6-0 واداء يمكن كان جيد رغم ان منتخب النيجر مش فريق قوي، لكن الاداء يمكن كان جيد. واضح كده بعض الامور التكتيكيه اللي ركز عليها مستر اجيري واللي ادى التفاؤل بشكل كبير جدا للشعب المصري للمرحله القادمه بمنتخب مصر. اكيد لما يجي هيكون عنده اجتماع مع كابتن هاني رمزي المساعد بتاعه علشان ياخد منه تقرير خاص ببعض المباريات اللي ممكن تكون لعبك في بطولة الدوري وبعض اللاعبين اللي ممكن كمان يكون المنتخب حاطط عينه عليهم عشان يضمهم في المعسكر القادم واللي هيكون خاص اللي هيكون في القاهرة وهيكون خاص كمان بمباراة سويسرلاند اللي هتكون إن شاء الله يوم 12 من الشهر القادم على استاد السلام. فأكيد ده شيء مهم جدا بالنسبة لمستر أجيري. أيضا خبر مهم جدا هو خاص بصالح جمعة لاعب وسط عقده مع فريق الفيصلي السعودي. صالح جمعه يعني العقد اتفسخ امبارح، متواجد خلاص في القاهره، هينضم لتدريبات النادي الاهلي مع المستبعدين علشان يشوف بقى مصيره هيكون ايه في شهر يناير. هل النادي الاهلي هيتم قيد صالح جمعه او هل هيتم الموافقه على بعض العروض اللي ممكن تيجي لصالح جمعه؟ بس بصراحه يعني صالح لو يركز بس شويه هيفرق مع نفسه الاول ومع النادي الاهلي بشكل كبير جدا. نفسي ياخد الخطوه ان هو يركز مع الفريق، يركز في موهبته الكبيره جدا. صالح عنده موهبه يعني مش عند حد في الدوري المصري، مش عند حد في كل يعني عنده موهبه كرويه فذه يعني لازم يستغلها، لو ما استغلهاش يبقى حرام عليه بصراحه. وشفنا لعيبه كتير جدا ضيعت موهبتهم من خلال الفكر الخاص بصالح جمعه وبعض اللاعبين. لكن ان شاء الله نتمنى ان هو يركز الفتره المقبله، خصوصا ان صالح لسه صغير 25 سنه. فصالح ان شاء الله تركز سواء مع النادي الاهلي او مشيت رحت فريق تاني بره مصر، ان شاء الله تكون اضافه لمنتخبنا الوطني، وده اللي مستنيينه من صالح جمعه. نروح لبعض الاخبار المحليه وتحديد او الاخبار العالميه متاسف، وبتحديد صحيفه اس اللي قالت ان وكيل اعمال بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد وعد اللاعب ان بعد الموسم ده ما يخلص
هيروح يا اما ريال مدريد او برشلونه. يعني احنا عارفين ان في مشاكل يعني بتقال ما بين بوجبا ومورينيو المدير الفني البرتغالي لمانشستر يونايتد، وان اللاعب مش مبسوط في مانشستر يونايتد، فبالتالي وكيل اعمال اللاعب وعده ان بعد قضاءه 3 سنين يعني بعد ما الموسم ده يخلص، احنا عارفين بوجبا جه مانشستر يونايتد الموسم قبل السابق، فبالتالي بعد ما الموسم ده يخلص هيكون قضى 3 سنوات مع فريق مانشستر يونايتد، فبالتالي هو بيرغب في التغيير. البعض قال ان هو ممكن يروح اليوفنتوس، يرجع اليوفنتوس هو تألق فيها بشكل كبير جدا، ووكيله وعده ان هو يروح ريال مدريد او برشلونه، فبالتالي هنشوف من خلال الفترات المقبله او بعد انتهاء الموسم ده بالتحديد الامور هتمشي ازاي مع بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، وهو طبعا بطل العالم مع فرنسا واحد اللاعبين اللي كانوا مؤثرين جدا في بطوله كاس العالم مع منتخب بلاده فرنسا واللي فازوا بهذه البطوله. ايضا سكاي نيوز قالت تصريح مهم جدا لسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، واتكلم فيه عن التفاهم الكبير ما بينه وبين محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، وقال ان احنا كلنا يعني بنكمل بعض في خط هجوم فريق ليفربول، وده سبب نجاح الثلاثي ده بالتحديد واحرزه العديد من الاهداف بالتحديد كمان في الموسم الماضي، فبالتالي ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، خصوصا ان احنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح نجمنا المصري وبيتالق بشكل كبير جدا، ونتمنى له كمان الاستمرار في التالق سواء مع ليفربول او مع منتخبنا الوطني، فالتفاهم اكيد سمه ثلاثي خط هجوم ليفربول سواء ساديو ماني محمد صلاح وروبرتو فيرمينيو، وعندهم كمان مباراه بعد بكره مهمه جدا في بطوله